بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم إخواني الأعزاء، معكم أخوكم في الله معاذ التيجاني، إن شاء الله تكونوا بخير. ما شاء الله تبارك الله، من إنتاجنا لهذه السنة اليوم 8 سبتمبر 2022، ان تري بون سبيسيمان الله يبارك، ان بارفا فوالا، ان بارفا كي نو ديباس با لي 10 سنتيمتر، 10.5 الماكسيموم، يعني 10.5 الماكسيموم تبارك الله. الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك، بسم الله ما شاء الله. البارفا خوتي من اجمل يعني انواع طيور المقنين الله يبارك، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وهم في نهاية الغيار إن شاء الله إذا ربي كتب، مرحلة جد مهمة جد مهمة إخواني، ماذا بكم يعني تهتموا بالطيور تاعكم في هذه المرحلة إخواني الأعزاء. فقط يعني مجرد نصيحة نعطيها لكم إن شاء الله، مجرد نصيحة في هذا الوقت خوتي، يعني دخول الخريف، هذا هو وقت الأمراض، هذا هو وقت يعني نفوق أو موت الطيور، خاصة مرض الكوكسيديوس خوتي. لهذا راح ننصحكم إن شاء الله بسبب التغيير المفاجئ في الجو. واش يصرى؟ أول حاجة الطير يعني يقبض الزكام، يمرض بالزكام، يعني يصاب بالكما نقولوا حنا لاغريب هكا. وثاني شيء أنه يستريسا هذاك التغيير المفاجئ في درجة حرارة يعني الغرفة تاع الإنتاج تاعك، يعني راح يسبب ستريس القلق عند الطير صاي خوتي. لهذا واش يصرى؟ أول حاجة يعني الزكام كيما الإنسان، كيما الإنسان عادي. وثاني شيء إذا كان حامل للأمراض مثل الكوكسيديا، واش راح يصرى؟ راح يصاب بها. من بعد واش راح يصرى له؟ كي يعني تكشف له على البطن تاعو، راح تلقى أن البطن صار أحمر، أن العروق الأزرق ظهر، عزكم الله البراز راح يصير يعني مائي، يعني يصاب بالإسهال. عاود من بعد إن شاء الله كي تطول الحالة عليه، واش راح يصرى؟ القفص الصدري راح يبان العظمة تاعو، وحالته تتطور حتى يموت لك الطير. لهذا مجرد نصيحة في سبيل الله إخواني، في هذه المرحلة ماذا بكم؟ أول حاجة تبلعوا الطيقان على الطيور تاعكم خاصة في الليل، وثاني حاجة الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية خوتي. صاي خوتي الأحماض، ليزاسيد خوتي، ليزاسيد خل التفاح، ولا ليزاسيد العضوية اللي تنباع تاع الديجاست، هذاك ديجاست. أيضا تقدروا تعطيوا الثوم في الماء، أو البصل، أو تقدروا تعاونوا بالعسل الحر، تقدروا تعاونوا بالزعتر، هذه كلها أمور مفيدة إن شاء الله خوتي. هذه مجرد نصيحة لكم والله من القلب خوتي، باش ما تفقدوش الطيور. هذه هي المرحلة اللي كل المربين يشكيوا منها خوتي، باش ما شاء الله محد الحال مازال سخون شوية باش ما تطيحوش في هذا الأمر. نتمنى إن شاء الله تديروا الوقاية تاعكم خوتي، وإن شاء الله ربي يوفق إن شاء الله، وربي يحمي لكم الطيور، ونتمنى إن شاء الله تبارطاجيو ماكسيموم باش الناس تستفاد. السلام عليكم.